كشفت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحمون بن زايد سيصل إلى طهران في زيارة رسمية يوم غد الاثنين. وقالت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قالت إن الزيارة تأتي بناء على دعوة رئيس المجلس علي شمخاني. وكان أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي قال في وقت سابق إن وفدا من بلاده سيزور طهران عقب اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والإماراتي. وينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بك حسام، ما هو جدول هذه الزيارة والمأمول منها على صعيد النتائج؟ نعم، يعني لم يتم الحديث حتى الآن عن جدول أعمال هذه الزيارة، لكنها ستتم يوم غد كما هي المعلومات الواردة حتى الآن. هذه الزيارة أتت بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. هذه الزيارة كان من المفترض أن تجري الأسبوع الماضي على ما يبدو، لكنها تأجلت بسبب مباحثات فيينا الجارية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب. سبقت هذه الزيارة كما نعلم جولة لعلي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين خلال الأسبوعين الماضيين. زار في هذه الجولة كل من الكويت والإمارات، التقى بمسؤولين إماراتيين، تحدث عن عدة ملفات مهمة، تحدث عن إعادة العلاقات الاقتصادية التجارية بين إيران والإمارات، تحدث أيضا عن ملفات إقليمية عالقة بين إيران وبين الإمارات بطبيعة الحال، وتحدث عن إعادة هذه العلاقات. هناك اتصال أيضا هاتفي جرى بين حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإماراتي منذ نحو أسبوع مع نظيره الإماراتي أيضا، وتم التأكيد به على نفس هذه النقاط بشكل أو بآخر. هذه الزيارة تحمل عدة عناوين كونها تأتي في وقت حساس بطبيعة الحال. مفاوضات فيينا ما زالت مستمرة، هناك أيضا ملفات عالقة بين إيران ودول المنطقة، نتحدث عن الملف اليمني والملف السوري، قد تلعب الإمارات دورا مهما في هذه الملفات. هناك أيضا حساسية في العلاقة كما يعلم الجميع بين إيران ودول الخليج، بين الحكومة الإيرانية الجديدة منذ قدوم إبراهيم رئيسي تطرح دبلوماسية جديدة قائمة على تعميق العلاقات الدبلوماسية والثنائية مع دول الجوار، وهي ترى في تقوية المحيط تقوية لموقع إيران في المنطقة بطبيعة الحال. التحليلات الإيرانية الواردة حتى الآن تقول عن أن الإمارات قد تلعب دورا مهما من خلال هذه الزيارة في فتح العلاقات مجددا بين إيران والسعودية، نظرا لما تملكه الإمارات من حظوة في المنطقة ولتواصلها مع جميع الأطراف. بعيدا الآن عن الجانب السياسي، نتحدث عن الجانب الاقتصادي باختصار. هناك نحو 500 ألف مواطن إيراني يعيشون في الإمارات، يقومون بإدارة مشاريع كبيرة وتحويلات مالية مستمرة بين إيران والإمارات، ولا ترغب الدولتان طهران وأبو ظبي بخسارة هذا الشريان الاقتصادي المهم بأي شكل من الأشكال. حسام دياب من طهران، شكرا لك.